السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي الأعزاء، اليوم جبتكم هذا الدار كتواجد منطقة زيتنجة تقريبا أسواق السالم، مساحة 115 مترو مبنية 90 مترو، اللي باقي كيبقى تيراسة يعني داخلة ضد الدار، ومطهر ديالها واحد طريف بقى ما تبناش. كما كتشوفوا أخوتي الأعزاء، هنايا الصالونات مفتوحين بعطيتهم، هذا الطبق الأرضي فيه السكنة، الصالونات مفتوحين بعطيتهم جوج دبيوت والحمام والكوزينة. هنا كاين الصالون، مولاها طيح لها في الثمن ديالها 80 مليون. الدار عندها جوج ديال الفرشادات، عندها جوج الواجهات، الواجهة مطهر ديالها والواجهة البوابة الرئيسية. الدار عندها واحد التراسة مزيونة، الدار ملكية عدلية ماشي محافظة، ملكية عدلية، عندها موقع مزيون، جات عالية ومفجة. من فوق كاين السطح، السطح فيه جوج ديال البيوت والحمام. الصباغة بياقوتة، الدار مفينية، القبز ديالها غزالة تبارك الله اخوتي. جوج دبيوت، هنا كاين البيت الاول، هاد البيت هذا عنده الطاقة كطل واحد الجردة تما. هنا كاين البيت الثاني، هذا البيت الثاني عنده فراش كبير وعنده ماريو كبير، كذلك عنده الطاقة واحد الزنقة تما، الزنقة فيها شي مترو. هنا كاين الحمام مجهز باللابابو ديالو، وهنا كاين الكوزينة مطبخ. هذيك الطاقة كطل من التراسة ومطلعة ضد الدرج، كطلع بحالك من السطح كما قلتلكم، السطح فيه جوج ديال البيوت واحد الحمام. الدار جات قريبا المدرسة، قريبا المسجد، قريبا مواصلات، جات قريبا أسواق السلام. هاد الدار مولاها كان عاملها 90 مليون، دابا نقص لها في الثمن وعندو الغرض يبيع 80 مليون، وباقي يزيد يطيح 80 مليون، فيها واحد بركة المفاهمة، لا كان شي واحد عندو الغرض. هادي في صالة الدار أخوتي العزاز، دار غزالة تبارك الله، مصلوحة بالما والضو ديالها، كتواجد منطقة زيات، هنايا قريبة بزاف، قريبة أسواق السلام، قريبة بوخلف، قريبة مسنانة، قريبا المدينة الرياضية كامبوت زيات. هادي طالعة الدروج باش كطلع من السطح، السطح فيها جوج ديال البيوت والحمام. هادي الواجهة ديال الدار، الواجهة ديال الدار كما كتشوفو، الدار مشمشة مهاوية، هنايا السيد عليتو كما كتشوفو معايا خوتي العزاز، واحد التراسة هنايا. هادي الدخلة ديال الدار، قريبا الزموري ثلاثة، قريبا محطة كما كتشوفوا معايا، ها محطة طرقية، أسواق السلام واحد ثلاثة دقائق أنت في أسواق السلام، قريبا بحيرة أشقر، موقع مخير، شارع مولاي رشيد، هذه منطقة زيات. ها أنا خوتي العزيز كما كتشوفوا معايا، هذه الدخلة ديال الدار، بسم الله، الدخلة ديال الدار، كتدخل من ديك الاتجاه هذا، هذه الطريق ديالها كما كتشوفوا اخوتي، واحد الكليسة مزيونة هنا، واحد التراسة. المهم إلا عجبتو هذا الدار اخوتي تواصل معايا، لأنه موعد مع مولاها تجي تشوفهم يكون غير خير إن شاء الله. الدار مشمشة مهاوية مروحة مزيون، الهدوء والكلم، الدنيا غزالة تبارك الله هنا اخوتي، منطقة زيات. فوقي كاينين جوج ديال البيوت، خليكم معايا خوتي، جوج ديال البيوت، جوج ديال البيوت. شوف هنا كاين واحد التراستيرو كتمن الاغراض اللي كيكونوا عندك زايدين كتعلم هنايا. السيد مول الدار عامل فيه لابادوره، عامل سخان الكتريك. منطقة زياتن جات قريبة بالضبط من برانس قديمة، جات قريبة من أسواق السلام، جات قريبة من بوخالف، وجات قريبة من مسنانة. الدرجة تقريبا مدرسة، قريبا جامع، مواصلات. هادي هي المعلومات اخوتي، اللي بغى يفوز بها مرحبا، مولاها طيح لها في الثمن. كاين باب ديال السطح، الا بغيتي تطلع بحالك من فوق السطح، هنايا السطح كاين جوج ديال بيوت النعاس كبارين، وكاين الحمام فوقي، كاين السطح كاخد الدروج ديالو كتجي من تم، تما كتجي كاخد الدروج، بغيتي تزيد تعلي شي طبقات ديالك تم. هانا اخوتي الاساس، هذا البيت الاول والبيت الثاني، جوج د البيوت، هنا كاين الحمام،
الدار فيها 115 متر بالطراسة، يعني المساحة الإجمالية 115 متر. قلنا الثمن 80 مليون. لا بغا شي واحد، مرحبا خوتي، شي واحد معقول يعيط لي اللي عنده الغرض يشري. هذه التراسة كما كتشوفوا معايا خوتي العزاز، هادو الدروج باش كطلع في حالك نص السطح، ها السطح في النور.